السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ طبعا النهارده ان شاء الله الفيديو هيبقى عن ريفيو او تجربتي مع 4 غسالات اللي انتوا شايفينه قدامكم. انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان احنا داخلين على صيف، او احنا خلاص اوريدي متنا من كتر الحر والصيف وكده، والبشره الدهنيه اكتر بشره معرضه للحبوب ومعرضه للتعب اثناء الصيف. فانا حبيت اتكلم معاكم عن 4 غسالات، وهتكلم معاكم عن عندي كمان اللي هي السيليكون بتاعت اللي هي منظف للبشره يعني اللي هي سيليكون كده زي ما انتم شايفين. يعني هكلمكم عنها. اول حاجه انا بحب ارحب بيكم في قناه نتا فلوجز، واحب اقول لكم لو انت اول مره لسه تشوفيني اضغطي على الجرس وكملي الفيديو وتضغطي كمان على الاشتراك اوعي تنسي. بصوا بقى، ديت المفروض ان هي سيليكون كده، المفروض ان هي بتنظف البشره. انت بتعمليها بتمسكيها بالطريقه دي وتحطي فيها الغسول، تبداي ان تعملي حركات دائريه ببشرتك. بصوا يا بنات، هي حلوه جدا، ومعاها كمان واحده مدوره كده، بس هي مش معايا دلوقتي. هي حلوه جدا وكل حاجه، بس المشكله بتاعتها انها لو انت ما نضفتيهاش بالكحول او حطيتيها في ميه بخل قبل ما تستخدميها، بتبوظ لك بشرتك على طول. ازاي بتبوظها؟ بتنقل الحبوب من مكان لمكان، ودي اوحش حاجه فيها، يعني هي دي عيبها. بس هي بتنضف لحد ما، تنظيف يومي بيبقى حلو جدا لو انت مش معاكي غسول سكراب. هنبدا بقى بايفا. ايفا اللي هو بالزبادي والخيار، وبيقول لك خلي من الصابون، وكمان هو غسول البشره ومذل للميك اب. طيب ده كان سعره حوالي 25 جنيه، تمام. حجمه 150 ملي، ده كده شكله. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان هو عادي جدا، يعني ولا بينظف البشره كويس، ولا بيشيل الميك اب كويس، ولا اي حاجه. هو بينظف عادي، تنظيف عادي قوي، عادي قوي 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 بجد. المسكره والميك اب والحاجات دي ما بيشيلهاش بعمق خالص. يعني حسيته ان هو مش اللي هو بينظف قوي، وحسيت مش ان هو ده اللي هو اعتمد عليه، مش ده اللي المفروض اعتمد عليه لو جبته. فهو بيجي من ضمن الكماليات، او لو انت اتزنقتي خالص ومش لاقي الغسول بتاعك، فممكن تجيبيه وتقضي بيه الفتره دي، تخليك عندك غسول احتياطي يعني لو الغسولات بتاعتك خلصت. طيب بالنسبه لايفون كير اللي هو بالخيار، اللي هو بالبشرة الدهنية، اللي هو اويل فري، وكمان مزيل للميك اب، تمام. هو بالشاي الاخضر وبالخيار، حلو جدا جدا بجد، يعني من افضل الغسولات اللي انا استخدمتها. وسوري يا بنات، ده مش مزيل للميك اب، ده غسول البشرة الدهنية بس. هو شفاف على فكرة ولونه اخضر، بس هو خلص. طبعا انا بحبه قوي الغسول ده، بحبه قوي 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 بجد. بينضف البشرة جدا جدا جدا، بيخليها ناعمة وجميلة وصافية، من غير حبوب، من غير شوائب، من غير دهون زايدة على البشرة. بجد ده التوب الطب بالنسبه لي. ولو انت لقيتيه في اي مكان وبشرتك دهنيه، هاتي منه 1 و2 و3، وهتلاقيه رخيص، مش هيعدي 30 جنيه على فكره. بس بجد هو جميل، وللاسف ان هو مش بينزل في الشركه كتير، بس ده من افضل الغسولات اللي انا استخدمتها. هنيجي للغسول دوت اللي هو بالخيار والصبار، هو لجميع انواع البشره. هو ده بقى لمذل الميك اب، هو جميع انواع البشره زي ما بقول لكم، مذل الميك اب والاتربه والشوائب والحاجات دي كلها. فعلا عنده حق، بيزيل الميك اب والشوائب والحاجات دي كلها. بس انا ليا تعليق. اولا دوت بيرغي، انا بحب الحاجه اللي بترغي البشره الدهنيه بصراحه، يعني انا بحب بشرتي الدهنيه استخدم الحاجه بيبقى فيها رغوه، فده بيرغي. لكن ده مش بيرغي، ده ما فيهوش رغوه خالص، عشان هو بيقول خالي من الصابون. وده كمان مش بيرغي خالص، يعني القوام بتاعه كريمي قوي يا بنات، كريمي قوي. بصوا عامل ازاي، هوريكم دلوقتي. كريمي خالص خالص، بصوا سوفت سوفت، مفيش اي رغوه، مفيش اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. فانا بصراحه يعني مش بحبه قوي، ولكن مش بحبه ان هو مش بيرغي، بس هو بصراحه بينظف البشره كويس قوي، بيشيل الميك اب الموجود فيها، وكمان بيخليها كده صافيه وجميله قوي، خصوصا لو انت بتستخدمي ماسكات الفتره دي. فلو انت عندك استخدميه، واغسلي بقى كده، اعملي ماسك بتاعك. هنيجي على ارجنتو. ارجنتو ده اللي هو الجميل، او يعني استخدمت منه، بصوا عشان تشوفوا بس المقدار، انا استخدمت منه نصه بالظبط. بصوا ارجنتو جميل قوي، يعني مكتوب عليه ان هو بينظف البشره وبيشيل الاوساخ ومش بيسد المسام، ومقشر لطيف والحاجات دي كلها، والحبوب بتخلص في 15 يوم ولا 20 يوم.
ماشي خلاص تمام حلوة جدا. بس انا عايزة اقول لكم انه بينشف البشرة بطريقة مش طبيعية، بينشفها جدا. ده شكله يا بنات، وانا كنت جايباه في عرض كده، كان 2 ب 100 جنيه تقريبا او ب 150 جنيه، مش فاكرة، كان واحد لاختي واحد ليا. بصوا هو جميل، بيشيل الحبوب وكل حاجة، بس بينشف البشرة جدا. والساعة بتاعته 200 ملي، وده 200 ملي، وده 200 ملي، ده بس ل 150 ملي. بس للاسف بجد بنشفها قوي، بنشفها قوي. عمل معايا حاجه وحشه قوي، انا كنت بستخدمه في الشتاء، فنشف لي منطقه حول الفم، ونشف لي منطقه حول العين جدا، لدرجه انهم كانوا بيقشروا. فلو انت هتستخدميه استخدميه بشكل موضعي، تحطيه على الحبايه بس وبعد كده تشطفيها، او تمسحيها بقطنه مبلوله، لان بجد بجد بينشف البشره جامد، فده عيبه. لكن هو بيخلصك من الحبوب، او بيخلصك من الحبوب، بينشف الحبوب بسرعه، بينظف البشره. اوكي، مفيش بارابين وفري بارابين، اوكي، بس بينشف البشره جدا، وبينشف المناطق الحساسه اللي موجوده زي حول منطقه حول العين ومنطقه حول الفم. فده كده كان الريفيو بتاعي، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ان شاء الله منه. اشوفكم على خير في ريفيو جديد وتجربه جديده. متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. الله يخليكم يا بنات، اعملوا لايك عشان لايك بجد بيفيد القناه جدا وبيفيدني جدا. فاشوفكم على خير، وميرسي جدا على المتابعه. يلا مع السلامه.